الحاجة أم الاختراع. في هذا المحل لم يكتفي الشباب بمهنتهم التقليدية المتمثلة في إصلاح قطع الحديد كإصلاح الأبواب والنوافذ المنزلية. هؤلاء كانوا استثناء، فقد ساهموا في دعم الجهود الهادفة إلى الحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد من خلال نجاحهم في صنع معدات مساعدة على التنظيف. بالنسبة للرواية معدلين، كانوا الناس يتم يتغسلوا بأيديهم بدون يمسوا الصابون، والماء خالقة بدون يمسوا، ربنا ما يمس ترشون تقبروا ديركت ما تقلعوا ليت تغسل أيديك ليت هو غسل ما ولاد. والتخمام جاتنا لأن شايفين بالرواية ناس عندهم جلاتهم كلهم رافد جل بالبنت كلهم يدخلوا بيروات رافدين جلاتهم راف وبياسر من بيروات ما فيهم من النوع. العاملون في هذه الورشة أكدوا أن صنع هذه التجهيزات الخاصة بغسل اليدين كانت فكرة لديهم قبل أن تتحول جهودهم الذاتية إلى حقيقة ملموسة. الرواية معدلين أوني دي موريتانيا ولا تخمامتنا نحن هو المعدلين ولا تخمامنا لا فكرتنا لا تمينا قاعدين إلى الساعة إنسبيرينا فيه عدلناك. فكرة كانت لتجد من يسعى لتطويرها لو كتبت لها الحياة في بيئة مختلفة ربما، غير أن ما يصف مختار ورفاقه بالإهمال الرسمي وغياب من الاهتمام من الفاعلين في القطاع الخاص يبقي مثل هذه الأفكار في إطار ضيق وربما يموت مع انتهاء الظروف التي أدت لابتكاره.